هل اقتحام رفح الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي يعني انتهاك؟ هم كاتبين على السوشيال ميديا ناس كاتبة معاهدة السلام واتفاقية كامب ديفيد، يعني ده برضو محتاجين توضيح من حضرتك. يعني لكن الصح بتاعه هل يعني انتهاك لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية؟ هو طبعا المعاهدة اللي بين مصر وإسرائيل هي اسمها معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. نعم. كامب ديفيد ده كان إطار مفاوضات وأفرز عن مبدأ الأرض مقابل السلام، وهذا المبدأ أيضا أفرز إن هو يبقى في معاهدة سلام بيننا وبين إسرائيل. نعم. طبعا كل اللي عشان لازم الناس تفرق لان الفرق قوي ما بين الاثنين. طبعا يعني احنا دايما من خلال حضراتكم بنقول المصطلحات الصحيحه. نعم. لانها تؤدي الى افكار صحيحه ثم سلوك صحيح. عشان كده وجود حضرتك معانا مهم ان شاء الله. حضرتك طبعا كل ما يدور في غزه على ارض فلسطينيه مصر يعني معترضه عليه تماما بكل. نعم. اشكال الاعتراض. نعم. لكن خلينا اقول ان كل العمليات اللي بتدور في غزة حتى رفح ده ارض فلسطينية، وده ما اعتبرش انتهاك لمعاهدة السلام المصرية الاسرائيلية بما فيها المحور. يعني احنا دلوقتي كل دي ارض فلسطينية. نعم. تمام. اسمها رفح الفلسطينية. النقطة وهذا مسار اعتراض شديد جدا واضح في كل المحافل الدولية وايضا للاسرائيل بشكل مباشر جدا. نعم. تمام كده. نعم. طيب محاولة اقتحام رفح البري هو لسه ما حصلش في صورته الكاملة حتى الآن، لكن في تضخيم كبير من إسرائيل لهذا الاقتحام، وعلشان يحاول يقنع الفلسطينيين ان في اقتحام، في قصفات من المدفعية وضرب من القوات الجوية لبعض الأماكن، وأيضا اقتحامات محدودة حوالين رفح. ده اللي بيحصل دلوقتي. ده اللي بيحصل دلوقتي. نعم. طب هما ليه بيعملوا كده؟ ده واضح جدا انه ورقة ضغط بتحاول تستخدمها اسرائيل اثناء المفاوضات بينها وبين الفلسطينيين. نعم. كل طرف فيهم بيحاول يمتلك اوراق ضغط. دي ورقة الضغط ان انت لو ما وافقتش على كل مطالبي كفلسطينيين انا هقتحم رفح، وهذه مؤشرات للاقتحام. طبعا. نعم. اللي في ايد الفلسطينيين وهي ورقة ضغط مهمة جدا وهي الرهائن. فالمرحلة دي من المفاوضات اللي هي متكررة وبتفشل ومصر تحاول تستعيد تاني هذه المفاوضات، أوراق الضغط كل طرف بيحاول يفعلها ويبين أنها حقيقية عشان يستخدمها على مائدة المفاوضات. دي المرحلة اللي احنا فيها. تمام. السؤال المهم. أيوة. هل ممكن أن تتطور الاستفزاز وهو ضربات القوات الجوية المدفعية والدخول المحدود إلى فعلا اقتحام بري فعلي؟ أيوة. ده السيناريو الذي يمكن أن يحدث. ده من ضمن ده أول سيناريو. ده تطور للسيناريو. تمام. طبعا ممكن يحدث. احنا لا نأمن أبدا جانب إسرائيل، والحقيقة دول يعني مش ممكن أبدا تصدق لهم كلام. الحقيقة يمكن أن يعني يعول عليه أو ينسق فيه، تعتمد عليه أو تبني عليه. بالضبط. احنا ما يعني هم الحقيقة مؤشراتهم وكلامهم الحقيقة يوحي بعدم الثقة، وده واضح تمام. نعم. السيناريو ده لو تطور ده سيناريو خطير وكارثي للوضع الإنساني في رفح الفلسطينية. نعم. ودائما لما نتكلم نقول رفح الفلسطينية لأن في رفح مصرية طبعا، فبالتالي احنا مهم قوي المصطلحات دي. طيب هذا السيناريو لو حصل السيناريو كارثي، كارثي على الفلسطينيين طبعا. معترض عليه مصر ودول كثيره في العالم، يمكن على راسها امريكا، وده امر واضح جدا. طب لو السيناريو ده حصل للاسف الشديد هيبقى في ازمه انسانيه ضخمه ويعني حمام دماء. اضافه الى النقطه المهمه، هل ممكن ان يتطور هذا حمام دماء هيحصل؟ طبعا. بتكلم على 1.5 مليون يا فندم، رفح الفلسطيني 1.5 مليون في مدينة هي مفروض كان فيها حوالي 300-350 ألف بالكتير. فتقريبا تقدر تقولي يعني معظم قطاع غزة موجود في رفح. هذا التطور وده ممكن تعمله اسرائيل. ده احتمال. اقصد ما هو طالما احتمال يبقى ممكن. بالظبط.